السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من يوميات جراح تجميل. اليوم حلقة مميزة حنتكلم فيها عن شد الجسم والندبات. هذا موضوع مهم لكثير من المراجعين والمراجعات وبيسألوا فيه كثير في العيادة. ما هي أكثر المناطق اللي بتحتاج للشد؟ بنلاقي أنه أكثر المناطق بنشوفها هي شد البطن عند النساء أكثر من الرجال، والشد الحزامي هذا خاصة بعد عمليات السمنة اللي هي التكميم أو تغيير مسار، شد الذراعين أيضا في بعد فقدان الوزن، وشد الأفخاذ كمان بعد ترهل كبير. الأسباب الرئيسية في ترهل مناطق الجسم هو خسارة الوزن سواء بالرياضة أو الرجيم أو بعد عمليات السمنة مثل التكميم أو تحويل المسار، وكمان بسبب التقدم في العمر. فهذه الأشياء هي اللي بتأثر على ترهل الجسم، وطبعا الجاذبية هي أكبر عدو لنا كجراحين تجميل. لماذا تقبل المرأة بظهور بعض الندبات مقابل عمليات الشد؟ هذا كله يعتمد على مدى نجاح العملية، وأكثر المراجعات والمراجعين سعيدين جدا بنتائجهم وكأنهم مش شايفين الندبة واللي صار معهم بسبب رضاهم بالنتيجة. فدائما احنا بنقول حتستبدلي الترهل والشكل الغير مرضي بندبة بسيطة وشكل مرضي تماما بإذن الله.